حقيقة أنا يعني لدي بعض المعلومات ولا أستطيع أن أتحدث، ولكن يلوح في الأفق هناك اتفاق كبير في العاصمة اليمنية صنعاء، يدور نقاش حول آلية مزمنة حول تنفيذ شروط الحكومة في صنعاء والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأنصار الله والجيش اليمني، وصولا باتفاقية سياسية مزمنة، وكذلك استثناء الحوار بعد الحوار مع العدوان السعودي الإماراتي. سيذهب اليمنيين إلى طاولة حوار واحدة، ولكن قبل ذلك هذه الحوارات التي تدور حاليا في صنعاء هي بين المملكة العربية السعودية من جانب والإمارات، وبين أنصار الله ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء الحرب وإنهاء العدوان. وبعد ذلك سيذهب اليمنيين في محادثات ثنائية للوصول إلى اتفاقية سياسية لكل أبناء اليمن. المحادثات وصولا في اعتقادي إلى هدنة وآلية مزمنة، وصولا باتفاقية سياسية لإنهاء كل هذه الحرب وهذه الصراعات. أشقائنا في سلطنة عمان بذلوا جهد كبير وعظيم، وحقيقة أنا يعني لدي بعض